بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم في الدرس الثاني من تعليم تطبيق سوي. تعلمنا في الجزء الأول كيفية الدخول على تطبيق سوي، وتعلمنا أيضا كل ما يخص الواجهة أو الصفحة الرئيسية للتطبيق. الفيديو ده هيشرح لنا إزاي أعمل سوي. أنا مثلا عندي درس عن الحيوانات الأليفة، وعايزة أجهز الدرس ده عن طريق تطبيق سوي عشان أعرضه لطلابي في الصف. هاجي هنا من عند الكرييت نيو أو إنشاء سوي جديد، هيتفتح لي الصفحة اللي احنا هنشوفها. هلاقي في الصفحة ومجرد ما بتتفتح لي أول كارت اللي هكتب عليه، وده بسميه هيدنج 1 أو بيكون عبارة عن كارت العنوان 1. كارت العنوان 1 ده بيكون مكتوب لي فيه تايتل يور سوي، يعني اكتب العنوان الخاص بسوي بتاعك. فاحنا اتفقنا ان الدرس بتاعي هيكون عن الحيوانات الأليفة، فبكتب العنوان بتاعي. طبعا العنوان ده اقدر ان انا اعمل له emphasize من هنا، يعني اخليه كبير، واقدر ان انا اخليه مايل. هنبص لما اضغط عليه، شايفين العنوان مال. بعد كده ممكن لو انا عندي لينك خاص للدرس وعايزة اضيفه على الشريحة دي، اضغط على كلمة لينك هنا تتفتح لي الصفحة دي، اكتب اللينك بتاعي واضغط على كلمة اوكي، هلاقي اللينك اضاف لي على الشريحة بتاعتي. طبعا شريحة اللي هو عنوان 1 او هيدنج 1 دي بتكون عبارة عن شريحة فيها صورة، بمجرد ضغطي على الصورة بتتفتح لي الصفحة دي، بيقول لي هنا هو. طبعا الصفحة دي او الجزء ده بيكون منسدل من قائمة insert او ادراج علشان ادرج الصورة بتاعتي. عندي خيارين لادراج الصور، اما اني ادرجها من كلمة suggested. suggested دي لو ضغطت على السهم الصغير ده هتتفتح لي القائمة المنسدلة دي، بيقول لي يا ترى الصورة اللي انت عايزاها من وان درايف ولا فليكر ولا بينج ايميجز ولا بيكت ولا اليوتيوب، ولا عايزاها من ماي ديفايس. ماي ديفايس هنا المقصود بيها الكمبيوتر الشخصي الخاص بي. مجرد ما بضغط عليه بيتفتح لي الكمبيوتر، بدور على الصورة بتاعتي انا مسيفاها فين، بحاول اجمعها، وبعد كده بروح اضغط عليها. بمجرد ما اضغط عليها واعمل لها اوبن بتتحمل عندي على سوي الخاص بي. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الصورة ظهرت عندي. طب لو انا ما عنديش صور مخزنة على جهازي، فباجي هنا من البحث وبكتب مثلا انا عايزة صور عن الحيوانات الاليفة، بيقوم هو بالبحث وبيجمع لي كل الصور الخاصة بالكلمة اللي انا كتبتها هنا هو من على شبكة الانترنت. طبعا بشوف الصور اللي جمعها لي دي وبختار منهم الصورة اللي انا عايزاها. بمجرد ما بضغط على الصورة بوقف كده عليها، بتظهر لي فوق كلمة اد بالاخضر، فبضغط عليها، شايفين اد الصورة تم ادراجها على طول. في طريقة تانية لادراج الصور، انا مش عايزة اضغط على اد، انا هوقف على الصورة نفسها واعملها سحب وافلات. اها، بمجرد ما ضغطت على الصورة وسحبتها جاتني هنا. طب انا دلوقتي بقي عندي شرايح انا مش عايزاها، بوقف على الشريحة واضغط على سلة المهملات ويتم حذف الشريحة اللي انا مش عايزاها. كده نكون خلصنا اول جزء في السوي، وهو جزء insert. طبعا احنا دلوقتي عملنا insert images، وقلنا الانسيرت ايمجز ده اللي هو ادراج الصور، يا اما من سجستد يا اما من البحث. طبعا انا اقدر كمان اني اعمل انسيرت لفيديوز بنفس الطريقة، بقف على كلمة فيديوز وبنفس الطريقة اللي اتعملت بيها مع الصور، يا اما سحب وافلات يا اما عن طريق كلمة اد بعمل ادراج للفيديو اللي انا عايزها. تاني كلمة من الكلمات الموجودة في الشريط الرئيسي بتاع قوائم سوي هي كلمة cards. cards دي معناها كروت،
ايه الكروت اللي انا ممكن ادرجها هنا للسواي الخاص بي؟ طبعا قال لي يا اما ممكن تدرجي تكست اللي هي النص. شرائح النص عندي ثلاث انواع، يا اما شريحة عنوان واحد، ودي بتكون عبارة عن شريحة اقدر اكتب فيها العنوان وادرج معاه صورة، يا اما بتكون شريحة عنوان اثنين، ودي عبارة عن شريحة اقدر اني انا اكتب فيها العنوان ولكن ما بيكونش طبعا ما بيكونش فيها الصورة، ما فيهاش صورة. هذه شريحة عنوان واحد heading one، شريحة وفيها صورة، لكن دي اللي هي level هنا add a second level heading او بنسميه العنوان الثانوي وبيكون ما فيهوش الصورة. يا اما بدرج هنا شريحة نص، الشريحة اللي هي بتاعت نص بيكون مجرد نص عادي اقدر اكتب فيها بدون ايه، بدون ادراج اي صور. دول الثلاث شرايح الخاصين بالنصوص. بعد كده عندي في قائمة cards ميديا او الوسائط، ايه الوسائط اللي انا اقدر اضيفها للشريحة للسوي الخاص بيا؟ ممكن اضيف image صورة، دي ميديا او الوسائط طبعا ادراج صورة، وازاي بادرج صورة؟ بوقف عليها وبتظهر لي الجزء اللي هحط فيه الصورة، ممكن اضغط عليه وهتظهر لي قائمة insert مرة تانية واكرر نفس الخطوات اللي عملتها في ادراج الصورة. ممكن ادرج هنا فيديو برضو بنفس الطريقة اللي شرحناها قبل كده. ممكن ادرج اوديو طبعا بنفس الطريقة برضو، بيقول لي هنا add audio file، بضغط عليه وبيديني فين انت حافظة الاوديو واجمعه واعمل له open، فبينزل على طول على السواي الخاص به. اخر جزء في الميديا هو كلمة embed. embed اللي هو التضمين، لو ضغطت عليه هنا بيظهر لي الكارت ده، بيقول لي هنا هو تقدري هنا ان انت تعمل embed لفورمز، تعمل embed لدوكومنتس وثائق، تعمل embed لاوديو كليبس، اي شيء انت عايز تعملي له embed هيكون في الجزئية دي. بيقول لي هنا test your embed code here، يعني حطي او الصقي الامبيد كود الخاص بكي هنا. طبعا انا عشان اجيب الامبيد كود الخاص بي لازم اروح للمكان اللي انا عايزة. طبعا انا هنا هو عاملة فورمز عن الحيوانات الاليفة، فبفتح الفورم الخاص بالحيوانات الاليفة هنا وبروح عند كلمة شير، بتتفتح لي النافذة دي، ببص على العلامتين دول، العلامتين دول طبعا اللي هم معناهم embed، شايفين لما وقفت عليهم ظهرت كلمة embed، فبضغط عليه فبيديني الامبيد كود اهو، وبيقول لي هنا كوبي، طبعا باخده كوبي وبرجع مرة تاني لسواي الخاص بيا وبشوف المكان اللي انا المفروض الصق فيه الامبيد كود هنا وهعمل له paste. زي ما احنا شايفين ادي الفورمز الخاص بيا ظهر هنا. طبعا هنا في كاتب لي الاوريجينال سايز، الفورمز اللي انت لصقتيه هنا عايزاه يكون بالحجم الطبيعي بتاعه، ولا شايفين هنا المربع ده الصغير اللي في النص صغير، يعني معناه عايزه يكون بحجم صغير لما يجي يتعرض، ولا يكون بحجم متوسط، شايفين المربع الصغير في النص متوسط. اما هنا شايفين المربع ضخم، يعني انا عايزه الفورمز بتاعي يكون مثلا بشكل كبير لما يجي يتم عرضه. طبعا ملاحظين ان ورا هنا هو بيظهر لي الفورم بتاعي. طبعا لو عايزة اعمل معاينة للجزئية دي هيا فبعملها من جزء البري فيو هنا، شايفين ادي الفورمز الخاص بي اللي هو بتاع الحيوانات الاليفة كان ظاهر بشكل ايه كبير. الجزء اللي بعد كده في قائمة كاردز اللي هي الجروب. الجروب دي بتمكنني من التعامل مع الصور، يعني الصور اللي انا هضيفها في المحتوى بتاعي عايزاها تتعرض بشكل اوتوماتيك، ولا عايزاها تتعرض ستاك ستاك، يعني تتعرض كأنك بتقلب صفحات كتاب، ولا عايز تعمل لها كومباريزون يعني تقارن ما بين صورتين، ولا عايز تعمل لها سلايد شو يعني تعرضها بطريقة عرض الشرائح، ولا عايزها تتعرض كأنها شبكة. ف
هنشوف الاختيار الاول اللي هو الاوتوماتيك، بالضغط عليه طبعا بيطلع لي هنا الكارت اللي انا هضيف عليه الصور. فمثلا من هنا من suggested هختار الصور اللي انا هقوم بان انا هعمل لها او عايزها تتعرض بشكل اوتوماتيك. مثلا هختار الصورة دي واختار الصورة التانية واختار الصورة الثالثة كاتس، دول اخترت القطط. فبعد كده بيقول لي هنا هو الصور اللي انت عايزاهم تعرضيهم اوتوماتيك دول، عايزة الصورة تكون صغيرة ولا عايزاها تكون متوسطة ولا عايزاها تكون كبيرة. طبعا انا عايز الصور بتاعتي تكون واضحة، فاختار اللي هي الكبيرة. وزي ما احنا شايفين هنا على في خلف الجزء اللي انا شغالة فيه بيظهر لي التنسيق بتاعهم انهم هيكونوا ورا بعض. الاختيار الثاني او الخيار الثاني اللي عايزة اعمل بيه الصور اللي هو الاستاك اللي قلنا بيكون زي ما يكون كأنك بتقلب في صفحات كتاب. لو انا لاحظت ان الصورة هنا جت قبل الصورة فبكل بساطة بضغط على الشريحة وبنزلها تحتها، طبعا بطريقة السحب والإفلات. هنا هعمل لهم ستاك زي ما احنا شايفين. هاخد مثلا الصورة دي وهختار الصورة الثانية والثالثة، صورة الأرنب، دول أنا عايزاهم يتعرضوا لي بطريقة الستاك أو كأني بقلب في صفحات الكتاب. طبعا زي ما احنا شايفين أهم البريفيو هنا شايفينهم ورا بعض، وطبعا وأنا بعرض هضغط عليها بتتقلب لي كأني بقلب في الصفحات. وهنشوف الكلام ده بعد ما نخلص. هنشوف بعد كده الكومباريزون. لو ضغطت على الكومباريزون ملاحظين ظهر لي كارت بقسمين، يعني معنى كده بيقول لي هنا حطي الصورة الأولى اللي انت عايزة تقارنيها. فأنا مثلا هقارن بين السمكة دي وهقارن معاها مثلا صورة، خلينا الكات دي، هعمل مقارنة ما بين السمكة وما بين القطة. خلاص طبعا لو جيت عملت البريفيو هنا المعاينة عشان اشوف الصور بتاعتي دي هتظهر ازاي، هلاقي هنا الصور اللي انا عاملاه لها اوتوماتيك اها هتتعرض عرض اوتوماتيك ورا بعض شايفين. اللي بعدها اللي انا عاملاه لها الستاك اها بتتقلب، بضغط عليها بتتقلب شايفين، تتقلب اهو كأني بقلب الصفحات. طبعا ممكن اعرضها بطريقة تانية عن طريق الاسهم دي. هنشوف الصورة اللي عملت لها الكومباريزون او المقارنة. هنلاحظ هنا ادي صورة الكات وادي صورة الفيش، بقارن بينهم. انا عايزة دلوقتي اتكلم عن الكات. شايفين الاسهم دي، بمسك السهم وبشده كده تظهر لي صورة الكات بتاعتي، بحكي عنها وعن خصائصها وكل ما يخصها. طب خلصت انا الكات ودلوقتي انا عايزة مين؟ عايزة اعرض الفيش او السمكة. فبروح عرضة صورة السمكة برضو، بسحب هنا وبعرض صورة السمكة وافضل احكي عن خصائصها بحيث ان انا اقارن بينهم. فدي اللي هي بسميها المقارنة او الكومباريزون. نرجع مرة تانية للأسواي الخاص بنا والجزء اللي هو احنا لسه في جزء كاردز. خلصنا لحد الكومباريزون. هنشوف هنا السلايد شو. السلايد شو اللي هي طريقة عرض الشرائح. طبعا الصور اللي انا هحطها في الجزئية دي هي هتتعرض لي كأنها شرائح بتتعرض. فهجيب هنا صور من ماي ديفايس او الكمبيوتر الخاص بي، هجيب صورة الحمامة دي وهاخد معاها صورة الكات دي وهاخد معاها مثلا الكاوية أو البقرة.
طبعا دول لما هيجوا يتعرضوا هيتعرضوا ورا بعض كأننا بعرض شرائح. آخر جزئية في الجزء الخاص بالصور وهو الجريد. الجريد اللي هي الشبكة. بالنسبة للشبكة لو لاحظنا هنلاقي ان الشبكة دي عبارة عن شيء كده مربع. هنا هو لو انا حطيت مثلا 3 صور او 5 صور او 7 صور جنب بعض يعني رقم فردي، هبص الاقي لما اجي اعرض في النهاية الشبكة بتاعتي هتطلع ناقصة صورة. علشان انا اطلع شكل الشبكة ده مظبوط اراعي دايما ان الصور اللي هختارها في الشبكة بتاعتي تكون صور زوجية، يعني مثلا اختار يا اما مثلا صورتين او مثلا 4 صور او 6 صور او 8 صور. المهم ان الصور اللي هي هختارها في الشبكة بتاعتي لازم تكون صور زوجية علشان تطلع لي الشبكة بتاعتي شبكة مظبوطة ومربعة. طبعا بختار الصور اللي انا عايزاها وبحطها هنا. هنشوف في البريفيو الصور الاخيرة اللي انا عملتها هتطلع ازاي. طبعا هنا ملاحظين الجزء ده اللي هو هيتعرض لي بشكل شرائح، اما الجزء ده اللي هم الاربعة الاخرانيين ده اللي هم شكل مين؟ شكل الشبكة اللي احنا قلنا عليهم. طبعا لما انا ضغطت على الصورة ظهرت لي كلمة فوكس بوينت، يعني لو انا عايزة اعمل فوكس او تركيز على اي صورة من الصور بعملها، وهنا ديليت لو انا عايزة احذف اي شيء من الشغل اللي انا عملته ده. بكده نبقى خلصنا الجزئية اللي هي بتاعت كاردز. نيجي للجزئية التانية اللي هي بتاعت ديزاين. ديزاين اللي هو التصميم. بيقول لي هنا التصميم اللي انت عاملاه ده هو عايزاه ازاي. هنبص هنا هنلاقي فيه هنا تصاميم جاهزة او اشكال ممكن ان انا اختار منها. طبعا اها كله ده اشكال. كمان عندي هنا هو في الاسهم ان انا بقلب في الاشكال ده هي بشوف الشكل اللي هو انا عايزاه. فمثلا هختار الشكل ده واستنى اشوفه هيطلع شكله ازاي. طبعا بتلاحظوا التغييرات اللي تمت. طبعا مش عاجبني ولا شكل من الاشكال دي، فهاجي عند كلمة كاستمايز دي هدوس عليها. ظهرت لي هنا مجموعة من الاشكال والالوان اللي انا ممكن اختار ما بينها. مثلا انا هختار اللون ده وهختار هنا بالنسبة للحركة اللي هتتحرك بيها الشرايح بتاعتي. هنا الانيميشن الحركة، يا ترى انا عايزة الحركة دي تكون حركة صغيرة ولا عايزاها تكون الحركة بتاعتي تكون مدرت يعني متوسطة، ولا عايزاها تكون عالية. انا بفضل دايما ان الحركة بتاعتي او حركة الصور الخاصة بيها تكون كبيرة. ليه؟ علشان اشعر بالحركة، لان لو الصورة كانت الحركة مختارها صغيرة مش هقدر احس بالحركة بتاعت الصورة وهي بتتعرض. هنا التكست سايز او الحجم بتاع النص، يا ترى الحجم بتاع الخط اللي انا كاتباه ده عايزاه يكون سمول صغير ولا عايزاه يكون نورمال متوسط ولا عايزاه يكون كبير. طبعا بتحكم في حجم الخط بتاعي زي ما انا عايزة. ده الجزء الخاص بكلمة ديزاين. نيجي هنا لكلمة لاي اوت. لاي اوت دي معناها ان انا العرض بتاعي ده يا ترى عايزاه عرض افقي يعني رأسي يعني يتعرض تحت بعضه. اهو شايفين العرض بتاعي ازاي بيتعرض الشرايح تحت بعضها بشكل رأسي، ولا انا عايزة العرض بتاعي ده هو يكون عرض افقي اللي هو الشكل ده، يبقى ده الشكل الرأسي ده الشكل الافقي يعني تتعرض الشرايح زي ما احنا شايفين كده جنب بعض، ولا عايزاه يكون الشكل الثالث ده. انا مش عاجبني لا الرأسي ولا الافقي ولا الشكل الثالث، اعمل ايه؟ بيقول لي عندك هنا هو كلمة ريميكس. ريميكس دي هي عبارة عن ان انا بخلي سوي لوحده يختار لي الشكل اللي هو عايزه. فمثلا هنا ضغطت على ريميكس راح سوي اداني الشكل ده.
بشوف الشكل ده لو عجبني بعتمده خلاص اهو. طيب لو ما عجبنيش الشكل ده هو فبروح عامل ايه؟ اضغط مرة تانية على كلمة ريميكس. برضو هيقوم سواي بان هو بيختار لي شكل تاني اهو زي ما احنا شايفين، بيقول لي عجبك الشكل ده. طبعا لو عجبني الشكل ده انا بعتمده، ولو مش عجبني بقول له ريميكس مرة تانية وهكذا لحد ما اوصل للشكل اللي هو ايه انا عايزاه. اوكي بكده نكون خلصنا الجزئية اللي هي الخاصة بجزء الديزاين التخطيط، وكمان خلصنا الجزئية اللي هي خاصة باللاي اوت، وخلصنا الجزئية الخاصة بالكاردز البطاقات، وكمان خلصنا الجزئية الخاصة بانسيرت الادراج سواء ادراج صور او ادراج فيديو. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا لي سبسكرايب للقناة. شكرا لحسن استماعك. طبعا الجزء الثالث من سوي ان شاء الله قريبا.